مصر بشعبها وجيشها العظيم من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يدعو إلى دعم أجندة التنمية الإفريقية. مذكرة تفاهم لضخ 3 مليارات جنيه استرليني في مصر. CNN تحقيقات في أنشطة ترامب المالية مع ملف العزل. ثعلب في مطار اسطنبول. وإليكم تفاصيل النشرة. فرص استثمارية واعدة في إفريقيا. فقد دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة بالجلسة الافتتاحية لقمة البريطانية الإفريقية للاستثمار 2020 إلى دعم المساعي الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية قائلاً: إن ما يشهد العالم من تحديات ينبغي أن يشكل حافزاً إضافياً للتعاون المشترك، مؤكداً على أهمية الإدراك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين قارتين الإفريقية والأوروبية، محذراً من الأوضاع العالمية المضطربة وانتشار الإرهاب واستمرار منطق القوة في العلاقات الدولية، مشيرا إلى أنه رغم ضخامة التحديات فإن القارة السمراء تعد أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال. ورغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة الإفريقية بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكل أبعادها وعلى رأسها اكتزاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهو موضوع قمتنا اليوم، إلا أنني أستطيع القول بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة في إرساء الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الإفريقي، أن هناك فرصا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية مثل تلك المتواجدة هنا في المملكة المتحدة. ومن هذا المنطلق فإن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع الشركاء كافة ومن بينهم بريطانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية لقارتنا. هذا وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن صندوق استثمار أكتس إحدى كبرى مؤسسات الاستثمارية البريطانية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة لضخ استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه استرليني لمصر على مدار 3 سنوات ستكون في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والتعليم. وتعد قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية أكبر حدث استثماري سنوي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين بريطانيا والدول الإفريقية، إلى جانب عقد استثمارات جديدة وكبيرة لخلق فرص عمل. في سياق متصل كشف التقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بلندن عن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الماضي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال هذه الفترة أكثر من 1,760,000,000 جنيه استرليني بنسبة تزيد عن 9% مقارنة بنفس الفترة من 2018، موضحا أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق البريطانية خلال 3 أعوام الماضية كانت الكابلات الكهربائية والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية والأسمدة والخضروات والفاكهة والملابس الجاهزة والكيماويات غير العضوية والبلاستيك ومنتجات الحديد والصلب والأثاث. العزل وأشياء أخرى. فقد كشفت شبكة CNN الأمريكية نقاب عن تحقيقات تجريها جهات رقابية وتشريعية داخل الولايات المتحدة تتعلق بالملف المالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة الانتخابية لماراثون الانتخابات. وقالت في تقرير لها إن التصويت الأخير في مجلس الشيوخ بشأن محاكمة عزل ترامب لن يشكل نهاية للتحقيقات التي تقترب في الأفق من الملف المالي للرئيس ومنظمته الاقتصادية، موضحة أن المحققين في نيويورك ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لديه العديد من التحقيقات التي تستمر بالتزامن مع الحملة الانتخابية قبل ماراثون 2020 الرئاسي.
ثعلب في مطار اسطنبول. فقد أثار دخول ثعلب إلى مطار اسطنبول الجديد حالة من الارتباك والرعب بين العاملين، حيث نشر موقع airporthopper.com المتخصص بأخبار الطيران مقطع فيديو على حسابه الرسمي على تويتر تناقله العديد من المستخدمين. يظهر فيه ثعلب داخل نفق تحت مدرجات الطائرات بالمطار الجديد الذي تستخدم السيارات والمركبات الخاصة للعبور أسفل المدرجات خلال مرور الطائرات، ثم ركض ليتوجه إلى مكان اصطفاف الطائرات. الأرصاد تحذر. فقد طالبت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر خلال 72 ساعة المقبلة وسط توقعات بموجة من الطقس غير مستقر نسبيا تتعرض خلال البلاد لشبورة كثيفة وأمطار على أغلب الأنحاء قد تمتد للقاهرة، فضلا عن نشاط للرياح يؤدي إلى الاضطرابات الملاحية البحرية، محذرة من القيادة بسرعة زائدة في الصباح الباكر بسبب الشبورة وعلى الطرق الساحلية أثناء سقوط الأمطار. كما نصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بالنسبة لطقس اليوم الثلاثاء. أشار خبراء الأرصاد إلى أنه سيشهد أمطاراً على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحرية قد تمتد إلى القاهرة، فيما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.